اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. الوظيفه الرئيسيه للكلى هي انها تنظف الدم من السموم، وبعدين تبدا تنقل النفايات دي الى البول. ومع الاسف اصبح اسلوب الحياه بتاعنا سيء جدا، وبقينا بنعتمد على العديد من الاطعمه المصنعه والمكرره، واللي بتسبب كتير جدا من الضرر ومن الالتهابات. كمان لو كنت واحد من الاشخاص اللي بتضيف كميه كبيره جدا من الملح كل يوم للطعام بتاعك، فانت بالشكل ده بتضع ضغط كبير جدا على الكلى بتاعتك، وبتصعب المهمة بتاعتها بشكل اكبر بكتير. وخد بالك ان اي مشكلة بتحصل في الكلى مع الاسف مش بتنعكس على الكلى فقط، ده ممكن يأثر على قدرة القلب على العمل ويضعف من عضلة القلب، ده غير انه كمان بيأثر على العظام وبيؤدي الى ضعف العظام وزيادة احتمالية الاصابة بكسور. طب ازاي نقدر ننظف الكلى من السموم الزايدة اللي بتبقى عليها؟ مش بس كده، نحافظ كمان على الصحة بتاعتها. النهاردة هقولك على شوية أطعمة بسيطة تستخدمها، ومش بس كده هقولك كمان تستخدمها ازاي، ده غير اني هقولك على شوية عادات هندخلها للنظام بتاعنا علشان نحافظ على صحة الكلى 100%. خليكم معايا لأنها تكون حلقة مهمة جدا. العنب وخاصة العنب الأحمر مهم جدا جدا لصحة الكلى، وده لأنه بيحتوي على مادة فعالة قوية جدا اسمها الريزفيراترول. المادة دي من أقوى مضادات الأكسدة اللي موجودة على مستوى العالم كله، وبالتالي ليها تأثيرات وقائية على إصابات الكلى سواء كانت حادة أو كانت مزمنة، ده غير إنها بتساعد على تنشيط الـ SIRT1 أو السيرتونين، ودي عائلة مهمة جدا من البروتينات اللي مسؤولة عن المساعدة وتنشيط عملية التمثيل الغذائي في الجسم. احدث الدراسات اكدت ان انت مش محتاج تاخد منه كتير كل يوم، كفاية جدا انك تاخد كوباية من عصير العنب يوميا، او لو مش هتقدر تعمله عصير هناخد 15 حبة عنب كل يوم. عائلة التوت وخاصة التوت البري او الفراولة او انواع التوت كلها وعلى رأسها التوت الازرق، اولا ده مفيد جدا سواء للمسالك البولية او للكلى، وده لانه بيحتوي على مغذيات نباتية مهمة جدا اسمها برونثروسياندين، ودي بتبقى من النوع ايه. المغذيات دي مهمة جدا ليه؟ لانها بتمنع التصاق البكتيريا بالكلى او بالمسالك البولية او بجهاز المثانة، واللي بيترتب عليه انه بالتالي انها بتمنع الالتهابات، ده غير ان هو بيتمتع بخصائص قوية مضادات للاكسدة وكمان مضادات التهاب. الخصائص دي بتؤدي الى منع نمو الخلايا السرطانية وكمان تكوين الاورام. الفواكه الحمضية وعلى رأسها البرتقال واليوسفي والجوافة والليمون. الفواكه الحمضية دي كلها محملة بفيتامين سي، وده مهم جدا لصحة الكلى. طيب عايزاك كل يوم الصبح اول لما تصحى هتشرب كوباية من المية عليها عصرة خفيفة من الليمون. اولا ده مهم للكلى وبيساعد على منع تكوين حصوات في الكلى، ده غير ان هو ليه فوائد مهمة جدا سواء للجهاز الهضمي، مش بس كده مفيد لصحة الكبد. من الحاجات اللي عايزاك تضيفها لطعامك بشكل يومي وهو زيت الزيتون البكر الممتاز. الزيت ده فيه حمض قوي جدا اسمه حمض الأوليك، الحمض ده بيقلل من أمراض القلب وكمان بيقلل من الكوليسترول، مش بس كده بيقلل من الترسبات اللي ممكن تحصل جوه الشرايين واللي بتسبب تصلب الشرايين، ده غير ان هو بيقلل من ضغط الدم وبالتالي فبيقلل من الضغط اللي ممكن يحصل على الكليتين. لو تقدر كل يوم بحد ادنى انك تبدأ تاخد ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، سواء انك هتاخدها الملعقة على طول دايركت عن طريق الفم، او انك هتضيفها للاطعمة بتاعتك سواء للسلطة او اي اكل ممكن تستخدمه. احماض اوميجا 3 دهنية قوية جدا، والاحماض دي دايما بكلمكم عنها موجودة في عدد كبير جدا من الاسماك زي سمك السلمون او التونة او المكريل او السردين، وكمان بذور الشيا او الجوز. الاحماض دي مهمة جدا لنظام القلب وكمان الاوعية الدموية، ده غير انها بتقلل من الالتهاب اللي ممكن يحصل في جميع انحاء الجسم بما فيهم الكلى. اذا كنت مش هتقدر
تقدر تاخد الاحماض دي من الاسماك، فممكن نستخدمه في شكل الكبسولات دي اللي هي اوميجا 3، وده الشكل اللي هيكون موجود في مصر، اما بره مصر بتكون موجوده في الشكل ده. من الفواكه المهمه اللي عايزاك تاخدها بشكل يومي او كل يوم والتاني وهو التفاح. التفاح مليان بماده مهمه جدا اسمها البكتين. البكتين دي هي عباره عن الياف قابله للذوبان، وعلشان كده بتخليك تحس بالشبع والامتلاء على مدار اليوم كله، وده بيساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وكمان بيقلل من نسبة الكوليسترول، وبالتالي هينعكس بشكل ممتاز جدا على صحة الكليتين. في نوعين من الأطعمة مهمين جدا، ولكن إذا كنت مريض قولون عصبي فطبعا الأطعمة دي مش هتنفع معاك، وهما البصل والثوم. أنا عايزاك تدخلهم في النظام الغذائي بتاعك بأي شكل، مش شرط حتى في الصورة الصحيحة أو الصورة الفريش، حتى لو كانوا مقليين. أحدث الأبحاث والعلماء اكتشفوا أن تناول البصل والثوم بشكل يومي فده بيقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 64%، كمان بتقل أمراض الكلى المزمنة بنسبة 32%، وكمان بتقل نسبة ارتفاع ضغط الدم بنسبة 25%. جزئية مهمة جدا وهي الأطعمة المخمرة. الأطعمة دي بتمثل الميكروبيوم اللي هيشتغل في الأمعاء بتاعتك، ودي بالتالي هتبدأ تشتغل مع الجهاز المناعي علشان تحافظ على صحتك وقوتك، وكمان هتشتغل مع كل الأجهزة التانية في جسمك. البكتيريا دي بتحافظ على صحة الكلى بتاعتك، كمان بتساعد على ترطيب جسمك بشكل مستمر، وبالتالي بتمنع إصابة الجسم بالجفاف، وكمان بتساعدك على التخلص من السموم. طيب البكتيريا الجيدة دي ممكن تلاقيها فيه، هكتب لكم على الشاشة أشهر الأمثلة اللي موجودة، ولكن من أشهر الحاجات المتداولة وهو الزبادي أو مخلل الملفوف أو اللي هو مخلل الكرومب او اي نوع من انواع الملفوف. دلوقتي انتهينا من جزء الاطعمة، وخليني اكلمكم على شوية نصايح مهمة جدا جدا لصحة الكلى، وهتساعدك على ازالة السموم منها. اول حاجة ما تنساش يوميا ان انت تشرب المية، ودي اهم حاجة في الحلقة كلها. الجسم بتاعك نسبة المية اللي بتكون فيه من 60 لـ65%. الخلايا بقى بتبدأ تستخدم المية داخل الجسم علشان تبدأ تنقل السموم لمجرى الدم، وبعدين الكلية بتستخدم المية علشان تنقي الجسم من السموم. طيب وبعد ما الكلى تستخدم المية تبدأ تكون البول اللي هو بيطلع خارج الجسم. نصيحة مني، اشرب المية على طول حتى لو كنت مش عطشان. طيب ازاي تعرف ان جسمك فيه كفاية من المية ولا ان الجسم بتاعك فيه جفاف ومحتاج للمية؟ خد بالك من النقطة دي. اول لما بتصحى، لما بتدخل الحمام بتلاقي ان البول بتاعك لونه غامق، وده طبيعي جدا، لانك طبعا اثناء فترة النوم بتكون ما شربتش اي مية، فالجسم بيكون اكتر جفاف. لكن بقى امتى تكون المشكلة؟ لو انه خلال اليوم نفسه حسيت ان البول بتاعك غامق، يبقى اعرف كده ان انت بتعاني من الجفاف ولازم تبدأ تشرب مية. ولما تبدأ تنتظم في المية هتلاقي ان لون البول بقى افتح مع الوقت، والمفروض تشرب يوميا من 2 لـ3 لتر كل يوم. النقطة التانية، لازم تتحرك، ما ينفعش تفضل قاعد ثابت. وانا هنا مش بقولك انك تعمل تمارين رياضية عنيفة، لكن بقولك ان انت تطلع امشي اتحرك بدل مشوار انك هتعمله بالعربية. حاول تمشي مشي، حاول تعمل كل حاجة بشكل تبدأ تبذل فيها مجهود. طيب هو ايه الفايدة من الموضوع ده؟ الموضوع ده بيؤدي الى زيادة تدفق الدم الى جميع انحاء الجسم بالكامل، والاكسجين الى جميع اجزاء الجسم، وبالتالي ده بيكون مهم جدا لصحة الكلى ولصحة الأعضاء كلها. نقطة مهمة جدا إنك تراقب أو تلاحظ الوزن بتاعك، وتلاحظ كمان لو كان حول البطن فيه عدد كبير جدا من الدهون الحشوية، أو لو كان عندك بطن كبيرة، أو لو كان عندك الكرش. الدهون دي بتضع عبئا هائلا وضخم جدا على مستوى السكر الموجود في الجسم بتاعك، وبرضه بتنعكس على مستويات الأنسولين في الجسم. طيب تعمل إيه لو كان عندك مشكلة الدهون الحشوية؟ أول حاجة عايزاك تتوقف عن كل الكربوهيدرات المصنعة والمكررة. تاني حاجة عايزاك تزود الألياف بتاعتك كل يوم، أو اللي هي الحاجات الخضراء سواء الخضروات أو كمان الفواكه. ده هيبطأ من امتصاص وهضم السكريات في الخلايا، وبالتالي هيؤدي إلى الهضم البطيء للطعام سواء في المعدة أو في الأمعاء الدقيقة. هيزود الشبع، هيزود الطاقة، وهيقلل بشكل كبير من الدوخة أو من الخمول، أو إنك فجأة تحس أثناء اليوم إنك هتقع من طولك وإن ما عندكش أي طاقة. آخر نصيحة، إن أنا عايزاك تحصل يوميا على ساعات نوم كفاية على الأقل
من 6 ساعات ل 8 ساعات. طيب لو حصل وكنت كل يوم اصلا في الروتين بتاعك بتنام اقل من 6 ساعات، اول حاجة ان انت بتضع الجسم بتاعك تحت مزيد من الضغط، الخلايا بتاعتك مش بتتجدد، ده غير ان هتلاقي فيه زيادة في افراز هرمون الكورتيزول او الهرمون المسؤول عن التوتر، وده دوره بيؤدي لارتفاع ضغط الدم، وده من اسوأ الحاجات اللي ممكن تعملها للكلية بتاعتك. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد يستفاد، وما تنسوش سبسكرايب في القناة وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات اللي بقدمها اول باول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.